هذا بلاغ الله يسقي روحنا نورا يفيض سكينة وجلالا. املأ فؤادك من رحيق كلامه، جدد به الإيمان والآمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معاشر المتدبرين لكتاب الله تبارك وتعالى ومع دوحة بلاغ. وقفات أيها الكرام مع قصة بدء الخليقة، قصة تظهر فيها المكانة الرفيعة التي شرفنا الله بها عز وجل، فقد كان لقصة خلقنا مجلس عظيم في الملأ الأعلى، قد شرف فيه من شرف وطرد فيه من طرد. ها نحن أمام ملك الملوك تقدس في عليائه يقول: إني جاعل في الأرض خليفة. ترى لما يتساءل بعض ذرية آدم عن سبب هبوط آدم إلى الأرض وينسبون الإهباط إليه ويحملون كثيرا من العتاب ويغفلون عن قول الله تبارك وتعالى سلفا لملائكته الكرام: إني جاعل في الأرض خليفة. نعم، خلقه الله خليفة في الأرض لا في الجنة. فلا طائل إذن من الجدل حول هذا الخروج، فهو من تلبيس إبليس لننسى الغاية من وجودنا خلفاء في الأرض. ثم تأمل لطف ربنا وعظيم رحمته، فبعد أن أذنب آدم وحواء لم يهبط بهما إلى النار عياذا بالله، لكنه تعالى نقلهما من الجنة إلى الأرض بعد أن وفقهما للتوبة وقبلها. قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فهم في الأرض لعبادة الله تبارك وتعالى، ثم إلى الجنة مآلا وجزاء. فأي كرم ولطف وفضل لآدم وحواء وذريتهم إلى قيام الساعة. إنه بلاغ بليغ يدعونا لجد السير فيما خلقنا لأجله، نعمر الأرض صلاحا وعبادة لنصل لموعود الله، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وخذ أيها الكريم بلاغا آخر يقول: إن الهبوط الأعظم حين يكون هبوطا من المكانة لا من المكان، فالأكل من الشجرة معصية وكشف العورة معصية، وهكذا جرت المعصية إلى معصية، ومضى ذلك في الخلق وكأنها سنة جارية لا توقف إلا بالهداية لتوبة مقبولة. وسبحان الله، كيف كانت لقمة أخفيت في الجوف فسرى مفعولها إلى الظاهر ثم إلى الثياب فتساقطت. بلاغ يدعونا ألا نصر على المعاصي التي رأينا أثرها ونتوجه للتوبة التي رأينا أثرها كذلك. اللهم ألهمنا حسن التوبة إليك كما ألهمتها أبانا، اللهم واقبلنا كما قبلته، واجعلنا جميعا من أهل جنتك التي ليس بعدها ضلال ولا شقاء. هذا بلاغ الله يسقي روحنا نورا يفيض سكينة وجلالا. املأ فؤادك من رحيق كلامه، جدد به الإيمان والآمال.